مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. دموع أم في اليوم الثالث من رمضان، يعني هي مريضة بسرطان يلاه بدا فيها المرض، ما كتلقاش باش تعالج، ما كتلقاش باش تاخد الدواء. كنتمناو من الناس المحسنين انهم يعاونوا هاد السيده باش انها تعالج وباش انها تاخذ الدواء ديالها، يعني وليداتها محتاجين ليها، هي اللي خدامه عليهم، هي اللي كتصرف عليهم. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير انكم توقفوا مع هاد السيده وتعاونوها. السلام عليكم لاله. عليكم السلام ورحمه الله. بنتي شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك للمحسنين في هذا الشهر هذا ديال الغفران وهذا الشهر ديال الرحمه باش انهم يساعدوك ويوقفوا معك؟ نداء ديال المحسنين، كنتمنى منهم يعاونون ناس في ميريز قبليتي وخرجوا لي التحاليل، ما لقيتش واش نديرهم. والدواء واحد السيده عاونتني عليه الله يجازيها بخير، هي واحد السيده اخرى واحد الراجل عاونوني على الدواء. لكن المشكل ديال بيتي ملي كنعس ناس في ميريز قبل سيمانه ما لقيتش واش نخلص، سيمانه وخرج قلبوا لي 4000 في الليل. انت ما عندكش؟ ما عنديش باش نخلص فيها، ودابا عطاتني مذكرة عمرت عليا قالت لي غادير ليا التحاليل. اخلي الوراق، اها خاصك ديري التحاليل وتشري الدواء. التحاليل كوبيتي والدواء خاصنا. كيفاش دابا كيبقى عندها بحال الكونترول؟ ودابا حد الان ما عرفت بنيتي لعلم الله واش تاثرت في ذاتي، ما بقيتش كديت كندوي بزاف كنخول ليا في بيتي ليا ولا حنا كيكحال ليا. الشكوى على الله بنيتي، وانا كنتمنى الناس اللي شافوا لوبي يعاونوني في هاد العواش، انا ما بغيتش نشد فلوس فيك. بغيتي صحيحتك؟ انا بغيت صحيحتي، وبغيت اللي بغى يشري اليد ويمشي يشري راس ويخلص ويجيب لي عند، وما بغيتش نشد شي حاجه ديال اللي فلوس في يدي، ما بغيتش حد الان ياكل. بغيت نتحاج. وليداتك مهمتي محتاجين ليك؟ محتاجه ليا بنتي، محتاجه ليا بنيتي، باقي جلسه حتى يوم ونمشي نقول مشحيد ديال الاول. محتاجه ليا بنتي باقا ما عرفاش، ما عرفتش الخدمه كدايره، ما عرفاش تلاوض كدايره. ودابا ملي ولدت كنكثر لها تجي نسخ. ما عطا المهم جاب شويه عليك ما تبكيش. المهم السلام عليكم اختي. اختي شنو النداء ديالك المحسنين اللي قادرين انه يعاونوا لك الام ديالك؟ اول حاجه اختي انا كن دوك الناس اللي تعاونوا مع ماما على ودي الدواء، كنطلب الله سبحانه وتعالى يا ربي واد العواشر يا ربي انا بغيت يكتب لهم الاجر عند الله سبحانه وتعالى، واللي يضر فيهم شي عظم وقفوا معاه على الدواء. الحمد لله اللهم لك الحمد، وكنتسناو الكمال والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. دابا شي المشكل اللي باقي عندها، دابا كيطلبوا ليها التحاليل وداكشي، ما شفت الاستطاعه ديالنا اختي. علاش خرجت من ميريزكو؟ علاش خرجت؟ خرجت من ميريزكو يعني ما غاديش، ما كايناش الامكانيات باش غادي تبقى تما، يبقاو مراقبينها وتبقى فهمتي في العنايه تحت عند الطب وداكشي، ما كاينش اختي الامكانيات. ضروري خاصك الا ما كانش عندك الفلوس، انت عارفه احنا راه اللي عنده الفلوس عايش، واللي ما عندوش الفلوس راه لي الله سبحانه وتعالى. دابا اختي انت النداء ديالك المحسنين، خاصة انك تشوفي ميمتك محتاجه للعلاج ولكن ما عندهاش باش تعالج، شي كدار في الخاطر يعني. كيضر انا بعدا اختي مرت، دابا ملي كنشوف ماما مرت ما لقيتش الجهد، ما نكذبش عليك اختي، راه قلتها في الفيديو الاول الجهد تقاد لي، لقاتني ميمتي جناحي تقطعوا، كنت نقدر شحال نعاون، ممكن دابا جناحي طاروا لي تقطعوا لي. كنطلب غير من المحسنين الله يرحم ليكم الوالدين، وقفوا لي مع ميمتي وعاونوها غير على هاد التحاليل وهادشي اللي باقي كيتبع مع الطبيب. ما بغيناش الفلوس، اقسم بالله العلي العظيم ما بغينا لا فلوس لا والو. هانتوما راه كلشي كتشوفوه، اخوتي خواتاتي المحسنين اللي في قلبهم الرحمه، هانتوما كتشوفوا كلشي بعينيكم. دابا راه ما بقاتش كتقدر تنوض، ما كتقدر اختي دير حتى شي حاجه، كتحس بيدي غيعوجوا ليها داكشي، والريه كتوقف ليا في الليل، داكشي اثر لها على الريه. دابا كنطلب من المحسنين الله يجعل ربي يفرحكم في هاد العواشر يا ربي يا كريم، كنطلب من اي محسن في قلبه الرحمه يعاون ليا ميمتي ويتساعد معاها. التحاليل وداكشي اللي عندها جيو حتى لعندنا وديروا معاها التحاليل، ديروا معاها كلشي، والله ما بغينا شي فلوس ولا بغينا شي حاجه، قسما بالله العلي العظيم الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا في ميمتي ورحموا الله يرحم لكم الوالدين في هاد العواشر يا رب. الرقم ديالكم نشفوا ليا ربي سبحانه وتعالى اللي عالم.
الرقم ديالي 06 14 97 03 88. الرقم الاخر هو ديال الام ديالك 06 35 75 53 59. نداء الاخير اختي للناس المحسنين. نداء الاخير كنطلبكم الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا فما انتي بقلب الرحمه وتعاونوا معاها، الله يرحم لكم الوالدين وهاد العواشر يا ربي يا ربي تعطيكم ما كتنوف في خاطركم، راه الكلام تقادة وربي سبحانه وتعالى اللي عام. السلام عليكم امي، انت شنو بغيتي تقولي للمسلمين؟ نداء المحسنين هما يعاونوني في اقرب وقت، خليني نقعد على بنيتي، تشوف بنيتي تكبر لي ونشوف هي كبر لي ولا بغى ربي يقبض الروح. مرحبا، الله ينجيك المهمتي، وكنتمنى ان الناس المحسنين يعاونوك ويساعدوك باش انك تشافي. هاد السيده محتاجه الدواء، محتاجه المصاريف ديال العلاج، الدواء ديالها داير 13000 ريال، يعني خاصها الدواء ديما يعني كنتمنوا ان الناس يساعدوها، وحتى الناس اللي قادرين انهم يساعدوها باش انها تبقى في السبيطار تكمل العلاج، خاصها تخلص 200 درهم النهار وهي ما عندهاش. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاوكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم.